انا لما احب احول الاكس بوزيتيف 3 احوله الاتوم، هو اصلا الراجل فاقد 3 الكترون، اعمل له ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم فهمني كيمياء، ومع برنامج حل كتاب المعاصر لطلاب الصف الثاني الثانوي لغات، ومع سؤال من اصعب اسئله الترم الاول. بيقول السؤال ايه في يعني بيج 85، The last sub-level in X positive 3 ions. معاك يا باشا X positive 3، يعني معاك element وعامل لوز 3 electron. لما عمل لوز 3 electron التوزيعة بتاعته ايه؟ 2B6، يعني هو كده خلص على 2B6. لما عمل لوز 3 electron انتهى التوزيع على 2B6. عاوز ايه؟ What is the number of the half-filled orbital in the atom؟ يعني بيقولك لو حبيت اعيده تاني للاتوم بدل ما هو ايون اخليه اتوم، هيكون عندك كام orbital half filled، يعني كام orbital معاه سنجل الكترون. تعال نتصور كده المسألة اصلا بتتكلم ازاي. المسألة عندك ان x positive 3 يبقى الاليمنت ده عامل لوز 3 الكترون، معطاك التوزيع ده اللي هو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6، يبقى انت اخرك ايه؟ 3b6. طيب توزيع نهايته كده. انا لما احب احول الاكس بوزيتيف 3 احوله الاتوم، هو اصلا الراجل فاقد 3 الكترون، اعمل له ايه؟ ارجعهم له تاني، فهدي له 3 الكترون بدل ما هو كان فاقدهم. ودي قاعده هناخدها دلوقتي ونخلي بالنا منها. حابب تسمع شرح المعاصر كيمياء لغات الصف الثاني الثانوي طريقه سهله وبسيطه، وكمان مش عاوز تغلط غلطات اللي بيغلطها الكتاب، لان الكتاب بيكون فيه غلطات. ايوه فيه غلطات، كمان عاوز صححها وتكون متأكد من تصحيحك، تابعنا في قناة فهمني، والفيديو ده هيوضح لك أهم النقاط وأصعب الأسئلة اللي هتقابلك في حل المعاصر. القاعدة هناخدها دلوقتي ونخلي بالنا منها، إن أي أتوم عملت لوز إلكترون اتحولت لبوزيتيف أيون. لما تحب تحول الأيون تاني للأتوم تعمل له جين لنفس النمبر اللي هو كان عامله اتشارج، يعني هو عامل كام هنا؟ عامل في المسألة هنا بوزيتيف 3، يبقى انا لما احب احول الايون للاتوم هعمل له ايه؟ هعمل له جين 3 الكترون. ازاي يا مستر جين وهو اصلا بوزيتيف؟ اقول لك لا، ركز، انت عندك ايون وعاوز تحوله الاتوم، ايون عاوز تحول الاتوم، يبقى تعمل له جين 3 الكترون، لان هو لما كان اتوم وعاوز يتحول لايون كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل لوز 3 الكترون. فبدل ما هو فقدهم التلاتة انا هعمل له ايه؟ ارجعهم له ازاي؟ يعني هضيفهم عندي في التوزيع، بدل ما هو كان اخره 3b6 اصبح كده 3b6.4s2، ادا 2 من التلاتة اللي انا هرجعهم له، و3d1، يبقى انا كده عندك الدي معاه كام الكترون؟ لاحظ كده الاس اصبح بير والدي معاه الكترون واحد، يبقى كم عدد الالكترون كده اللي هتكون سنجل، او كم عدد الالكترون اللي هتكون امبير، يعني عدد الالكترونات اللي هي غير مزدوجه، هتكون اوربيتال واحد فقط، يبقى هتختار نمبر بي هي الاجابه الصح. نخلي بالنا ان الاتوم لما تحب تحول لايون قلت لك بيعمل لوز، يبقى انت لما تحب ترجع وتعمل ايه؟ تعمل جين. ونفس الفكره الاتوم لما تحول لايون نيجاتيف تشارج كان بيعمل جين، يبقى في حال تحويل الايون اللي هو نيجاتيف تشارج للاتوم هتعمل لوز، عكس القصه دي. واللي عنده سؤال يبعتونا في التعليقات. شكرا لكم على حسن الاستماع، وتابعونا في حل المعاصر لطلاب كيمستري الصف الثاني الثانوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.